بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مرة ثانية. حقيقة إكمالا لمحاضرات الطخم الكامل، الطخم الكامل للمرحلة الخامسة كلية طب الأسنان جامعة الأنبار، بواسطة الدكتور صلاح خلف الراوي. سوف نتكلم بالمحاضرة الثانية عن الريزيجوال ريج أتروفي، وهو معناها بالعربي العظم المتبقي للفك العلوي والسفلي بعد القلع. والعوامل التي تؤثر على العظم المتبقي والضغط عليه، ويكون تتأثر عليه في طريقة بحيث تضغط على العظم وتسبب له نوع من الإذابة، يعني معناها نزول هذا الطخم من العلو لنقل بهذا الشكل لحي يصبح هذا الشكل. فسوف نتكلم هذه المحاضرة عن الريزيوال ريج أتروفي. حقيقة نجي نعرف الريزيوال ريج مع شنو معناه. الريزيوال ريج هو مصطلح نستخدمه used to describe the shape of alveolar ridge after healing of bone and soft tissue following teeth extraction. شنو معناه الريزيوال ريج؟ الريزيوال ريج هو العظم المتبقي للفك العلوي والسفلي مع مع الأنسجة بعد عملية القلع. بعد عملية القلع فالعظم والأنسجة المتبقية بعد شفاء الجروح، من عملية القلع الأسنان. So post tooth extraction many inflammatory reaction is immediately activated and the extraction socket is temporarily sealed by blood clotting. بعد عملية القلع تكون حفرة القلع أو مكان القلع، عندنا عدة عوامل راح تعمل على سد ثغرة القلع، ومنها الخثرة الدم. خثرة الدم هذه الأنسجة الرابطة بها سوف تتحول مع الوقت إلى أنسجة رابطة، وهذه الأنسجة تتحول مع مرور الوقت إلى عظم الفك. والأبيثيليال تشو اللي راح تغطي هذا العظم راح يصير بها نوع من البروفريليشن and migration within the first week بالأسبوع الأول مع هذه الأنسجة الرابطة. أيضا راح يصير بها نوع من الانقسام ونوع من الهجرة بالأسبوع الأول للقلع بعد القلع. So when we come نجي نشرح الهيستولوجي، هيستولوجيا يعني معناها الأنسجة evidence the active bone formation in the bottom of the circuit بالearly of 2 weeks. أول ما راح يصير عندنا نوع من العظم، تكوين العظم بقعر القلع، مكان القلع بالأسبوعين الأول راح يتكون عظم كلش بسيط. مع الوقت راح يصير within newly راح يتكون عظم كامل within 6 months، within 6 أشهر. So even after the healing of wound حتى بعد الشفاء الجروح مكان القلع العظم الفك راح يصير ألصا. أيضا راح يصير به نوع من الريمودلينج، نوع من احنا نسميه نوع من البناء، نوع من إعادة بناء. So the size of residual ridge حجم الريزيجوال ريج العظم المتبقي reduced most rapidly as the first 6 months
بعد السكس مانث، بعد الستة أشهر الحقيقة هذا العظم راح يصير فيه نوع من الريشيبينج، يصير نوع من الريمودلينج، نوع من إعادة بناء. But the bone resorption activated and resorbed continuous through the life of the slower rate, resulting in removal of large amount of jaw. والحقيقة إذابة الطخم أو اضمحلال الطخم يكون مع life of the patient. So the resorbed resorption is different among person and even at different time and site of some person. يختلف من نوع اضمحلال العظم، يختلف من مريض عن مريض. So that resorbed remodeling affects the function of removal processes. Hence treatment, additional treatment to acquire maintenance phase, they must be carried out for the life of the patient. So the resorbed resorption is a chronic, a progressive, irreversible and accumulative. So معنى انه العظم الفك يكون chronic، يكون يعني دائمي، progressive متواصل، irreversible غير رجعي، ويكون cumulative ومتجمع. حقيقة نجي على ها شلون يصير هذا الاضمحلال بالعظم الفك. So that consequence of resorbed resorption. النقطة الأولى، there is apparent loss of sulcus appearance, loss of sulcus width and depth. أول ما أول نقطة يكون العمق العظم يتمحور، يروح أو يتجه باتجاه الويد العرض and depth. نيجي على المصل attachment are displaced closer to the crest of the jaw ridge. كما هو واضح بالصورة تكون عضلات الرابطة الفك العظمين، الفك العلوي والسفلي مع الوجه، تبدأ بالاضمحلال أيضا. So due to loss of vertical dimension occlusion, lower face high is reduced and mandibular rotated anteriorly. And والمريض يكون developed inhibitional prothognathic appearance, inter-alveolar ridge relationship is altered. ويكون وجه المورفولوجيكال تشينج، ويكون التغيير الصوري بالاضمحلال العظم يكون على شكل شعر and spiny and uneven residual ridge، ويكون مختلف من مكان إلى مكان بنفس العظم بنفس المنطقة، ويكون اضمحلال العظم بالمندبل كنال يكون also an exposure of the mandibular nerve. طبعا الاضمحلال العظم يكون بالعظم الفك السفلي يكون أعلى من العظم العلوي، نتيجة الضغط يكون عليه أكثر، ولذلك يكون العصب مرات العظم أو العصب اللي ينطي الأسنان سابقا أو العظم داخل الفك معرض أنه يكون للظهور نتيجة الضغط العظم. و location of the mental foramen، ويكون أيضا عندنا فتحة ال يسموها mental foramen، تكون أيضا عرضة لأن يتغير موضعها. ويكون resorption provide serious problem to the clinician on the how to provide adequate support and stability and retention of the denture. والحقيقة residual أو العظم المضمحل يأثر على العوامل المتطلبة للطخم مثل ما ذكرناها بالمحاضرة الأولى،
هي الثباتية والاستقرارية وإسنادية الطخم العلوي مع السفلي. حقيقة نجي هنا عندنا تصنيف للفيزيوال ريت ريزوربشن. التصنيف الأول فيس وان هو البري إكستراكشن. البري إكستراكشن يعني قبل القلم. The lower central incisor is in the end socket with very thin labial and lingual cortical plate with the lumina dura. يتحدث عن الأسنان قبل القلع. تكون الأسنان السفلية، القواطع السفلية تكون كلش رقيقة، العظم مالها يكون كلش رقيق ومعرض أن يكون للضمحلال بصورة صريحة. نيجي على الوجه الثاني اللي هو الفيس 2، البوست اكستراكشن. البوست اكستراكشن يعني معناها بعد القلع. The healing period، فترة فترة الهيلينج، الهيلينج يعني معناها الشفاء. include clot formation، تتكون خثرة، بعدين يصير clot organization، تنضج هذه الخثرة، و falling of the socket، وترسمنا مكان القلع to the height of the cortical plate with the new trabecular bone and epithelialization over the socket side. نجي على الفيس الثالث اللي هو high well round residual ridge. الكورتيكال بليت are rounded narrowing of the crest of the residual of this residual ridge has begun and remodeling مثل ما قلنا of the intertubercular structure has taken also the place. نيجي على الفيس الرابع، فيس 4 أو الوجه الرابع للكلاسيفيكيشن بالسيكونس أوف ريزيوال ريدج ريزوربشن، هو النايف إيج ريزيوال ريدج. ذير إز ماركت ناروينج أوف ذا ليبيال لينجوال دايميتر أوف كريست أوف ذا ريدج. والفيس الخامس لو ويل راوندد ريزيوال ريدج. The end of progressive labiolingual narrowing of a knife edge ridge is disappearance of the knife edge portion. A more widely rounded but considerably lower residual ridge remains. وعندنا الفيس السادس اللي هو الوجه السادس هو residual or disappearance residual ridge. Resorption has continued below the level of genial tuberculosis. حقيقة هنا صورة توضح عملية اضمحلال العظم من الفيس الأول، من الوجه الأول إلى الوجه السادس. تبدأ ب pre-extraction، post-extraction، يبقى عندنا pre-well and post بريوال و resorption أو rounded of the high ridge. الصورة واضحة كلش عندك، موجودة من الأول، الوجه الأول إلى الوجه السادس. Now we come to the etiology factor affecting the residual على residual rate resorption. راح نتحدث عن العوامل المؤثرة على اضمحلال العظم. أولا الأناتوميك فورس فاكتور، النقطة الثانية الميتابوليك فاكتور، والنقطة الثالثة الفانكشنال فاكتور، والنقطة الرابعة البروستيك فاكتور. التريتمنت اند بريفنشن اوف ريزيجوال ريدج ريزوربشن، شو نسوي حتى نمنع الريزوربشن أو اضمحلال العظم؟ أولا نمنع يكون عن طريق prevention of loss natural teeth، نمنع تساقط الأسنان بصورة
بأي طريقة كانت. النقطة الثانية proper design of danger and maintenance، التصميم الصحيح للطخم الكامل العلوي والسفلي و maintenance وإدامتها، اللي عن طريق optimal tissue health barrier to making impression، عن طريق الامبرشن بروسيجر. عن طريق الامبرشن بروسيجر يعني عملية أخذ الطبعة للفكين العلوي والسفلي، عن طريق هاي البروسيجر أو طريق تسجيل الطبعة يكون عن طريق المينيمال برجر امبرشن تكنيك، يكون عن سيلكتيف برجر تكنيك، برجر تكنيك بليس تريس اون ذوس اريا the best resisting functional force. والطريقة الثالثة يكون عن adequate relief on non-stress bearing area. وهي طريق أن يكون during teeth arrangement، اللي هو مثل ما قلنا يجب أن تكون الأسنان بطريقة ما تكون بمركز العظم الفك، لا تكون يمينا ولا تكون يسارا، أن تكون نتلافى الانكلينيشن يعني انحناء الأسنان إلى الداخل أو إلى الخارج، أو شيء موقعها مركزها بالنسبة للعظم الفك لا يمينا ولا يسارا، يجي على انحنائها لا تكون داخلة ولا تكون خارجة، يجب أن تكون أفقية على عظم الفك حتى نتجنب الفورس المسلط أو القوة المسلطة على الأسنان أن تكون يمينا أو يسارا، يجب أن تكون عمودية على عظم الفك، ولذلك راح نتلافى إدارة العظم بصورة سريعة. يكون الكروتشال تيبل شود بي نارو، يكون سطح الإطباق للأسنان يكون نارو، يعني نقول ضيق لا يكون عريض على مود حتى نتلافى أيضا الضغط المسلط على الفكين عن طريق الطخم الكامل أثناء مضغ الطعام، تكون القوة المسلطة على العظم يكون كلش قليلة، ولذلك يكون العظم الفك إدارته أو اضمحلاله تكون كلش بطيئة، عن طريق أنه نصنع الأسنان أو سطح الأسنان يجب أن يكون ضيق قدر الإمكان ولا يكون عريض قدر الإمكان. نجي على النقطة الخامسة وهي النيوتريشن. النيوتريشن هو التغذية، يجب أن يكون المريض خاصة الكبار السن يجب أن يكون بتغذية كاملة، وخاصة الفيتامينات، خاصة الكالسيوم البوتاسيوم، يكون لهم نظام غذائي منظم، يكون يأخذ نوع من المقويات والمغذيات أصلا أيضا مثل ما قلنا، يكون على شكل حبوب أو تكون على شكل شربات، يكون مزود بعناصر تسند العظم من الاضمحلال السريع، مثلا نقص الكالسيوم، نقص الفيتامين، هذه كلها عوامل مؤثرة، أو عدم التغذية الصحيحة بطريقة صحيحة أيضا تكون نواقصها راح تأثر على اضمحلال العظم أو تنطي اضمحلال العظم بصورة سريعة. نيجي على البريبروستاتيك سيرجري. البريبروستاتيك سيرجري الحقيقة هو موضوع مهم أيضا، إذا كان المريض عنده اضمحلال بالعظم، عندنا عمليات جراحية أنه نكون أكو هناك مواد طبية نقدر بها نفتح العظم ونزرقها أو ندخلها داخل العظم حتى نقدر نسوي نوع من العظم
من جديد داخل الفك العلوي والسفلي، او عن طريق الاميد الدينشر الطخم المباشر. حقيقة هناك عدة مرضى، عديد من المرضى انه بعد قلع الاسنان انه ما يركب طخم او طخم علوي او سفلي. هذا الحقيقة اذا ما ركب طخم راح يقوم المريض هذا بنفس الوقت راح يسوي نوع من مضغ الطعام على عظم الفك، فهذا يؤثر على او ينطينا ايجابية عالية بسلبية عالية حقيقة العفو على العظم، ويعطينا يسرع فيه اضمحلال العظم او ذوبان العظم. فكل ما كان تركيب الطخم الكامل بسرعة عالية بعد القلع راح يحافظ لي على الطخم على العظم من الـ من الـ من الاضمحلال، او عن طريق اذا كانت هناك عندنا جذور متبقية نستطيع أن أيضا نركب الطخم الكامل سواء علوي أو سفلي على هذه الجذور، أيضا راح يمنع من ذوبان العظم. والنقطة الأخيرة بهذه المحاضرة هو حاليا حتى إذا كان عندنا اضمحلال بالعظم نلجأ إلى زراعة الأسنان. الزراعة حقيقة هو موضوع كبير، الزراعة هي مناسبة لبعض المرضى وغير مناسبة لبعض المرضى. مناسبة للمرضى اللي كان هو سليم، المرضى اللي احنا نسميهم young patient اللي هم الشباب في عمر الشباب، يكون هو more suitable للزرع الأسنان. بينما المرضى الكبار السن حقيقة يكونون صعب في زراعة الأسنان، خاصة إذا كان عند أمراض مزمنة مثل السكري أو ضغط الدم أو نقص بالكالسيوم، أو يكون نوع من عند هشاشة بالعظام، يكون هذا صعب إنه يسوي له زراعة أسنان. ولذلك يجب أن يتقيد بعوامل أنه شلون نتلافى اضمحلال العظم بصورة صحيحة. حقيقة انتهت محاضرتنا في هذا اليوم، إن شاء الله نلتقي بمحاضرة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.